بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان سيدنا محمدا رسول الله، صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعلى اله وصحبه والتابعين وتابعيه يرتدوا الى يوم الدين. وكل لهم اجر من اكلتنا على المسجد المباح. اللهم وفقنا وسائر المسلمين الى كل خير، وكلمنا وسائر المسلمين من كل سوء يا رب العالمين. وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. افتح علينا ابواب العالمين وانشر علينا رحمتك وكفنا من السنين وعلمنا ما جهلنا. وصلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله. اما بعد، نظم القراءه وشرح كتاب فتح المريض المجيب في شرح احفاظ التقريب وصرف المتن القاضي ابو شجاع والشاعر ابن فضل البصري رحمهما الله تعالى. ونفعنا الله بعلومنا وعلوم مشايخنا وتلامذتنا في الدارين من استاذ الشافعي. فصل في نوازل الوجوب المسمى ايضا باسباب الحج. فصل في نوازل الوجوب المسمى ايضا باسباب الحج. وما ينقض الوجوب، يعني في بعض العلماء ما في داعي في نواقض الوجوب، لان لما ينقض الشيء معناه يبطل ما كان قبله. فكانه احنا نندرج على هذا المعنى ان الصلاه يصلحها قبل ما ينتقل كما انتقل. على المعنى الحقيقي يعني. وعلشان كده بيقول ان نواقض الوجوب ده معنى تركي يعني متجوز فيه، ولكن هو ده احسن. عشان كده قاضي الشيخ الاسلام زكريا الانصاري كان يحب يسميها اسباب الحدث. أو الأحداث، وخلاص خلص، أو يقول الأحداث، وتمنى ما نقول الحدث، ومطلقا كده نقصد بالحدث الأصغر بتكرره، إنما لو قصدنا الأكبر تمنى نقول الحدث الأكبر. كويس، لكن لو قلنا الحدث، يقوم يخطر في بالك على طول الحدث الأصغر الذي يعني يفتقر الإنسان بعده إلى الوجوب لتصح صلاته. فصل في نواقض الوجوب المسماة أيضا بأسباب الحدث، والذي ينقض. والحدث اللي هو إيه الحدث؟ الحدث هو كل ما يعني حدث لغة، هو الحادث يعني الشيء الذي يعني إيه جرى وحدث. ده معناه من حيث اللغة، ولكن من حيث الاصطلاح هو ما يبطل الوجوب، او هو امر اعتدال يقوم بالاعضاء اللي هي اعضاء الوجوب يمنع من صحه الصلاه حيث لا مرخص. ده تعريف عند الفقهاء، امر اعتدال يعني لا يعرف عليه. عشان كده ده امر اعتدال. وان كان بعض الاولياء كانت ترى اثر الحدث ده على سبيل الكشف شيء خاطئ، ولكن احنا نقول على سبيل العموم وعلم من اعتباري يعني انت شكلك ما بيتغيرش قبل الوجوب وبعد الوجوب. يعني ممكن ينتقل الوجوب وسط الناس والناس ما تشعرش انه انتقل الوجوب، مش هيظهر عليك علامات يعني. مش كده بيقولوا عليه امر اعتباري. امر اعتباري يقوم هذا الامر بالاعضاء، الاعضاء اللي هي واجب غسلها يمنع هذا الامر الاعتدال من صحه الصلاه حيث لا مرخص، يعني حيث لا يوجد رخصه لان تصلي وانت الحدث قائم فيه زي ده الحد. حيث لا مرخص عشان نقرر ده الحد. ولما نقول يقوم بالاعضاء نقصد بها اعضاء الفرض بتاع الوجود، يعني يقوم بالوجه، يقوم بالذراعين حتى بالفقين، يقوم بالشعر، ويقوم بالقدم. ويبقى لي اعضاء الوجود، عشان كده هي الاعضاء المتعلق غسلها لازاله هذا الامر الاعتدالي. يبقى ده تعريف الحدث الاصغر. الاكبر هو امر اعتدالي يقوم بكل الجسم، لان كل الجسم يجب غسله بالغسل، مش كده برضه؟ لكن هنا يقوم باعضاء الوجود بس، ونقصد باعضاء الوجود اللي هي الواجب غسلها. يقول والذي ينقض أي يبطل الوضوء خمسة أشياء. يعني بعضهم اختصروا وقال لك أربعة. ليه؟ لأن نقص النوم وزوال العقل حاجة واحدة، قال لك زوال العقل.
لمس المرأة للنبي ومسك الفرج. واخد بالك؟ يبقى أربعة منهم بس. أدي نمط الوجود. وزوال العقل يدخل في النوم، يدخل في السكر، يدخل في الإغماء، يدخل في الجنون، يدخل في بقى كل أسباب زوال العقل. واضح؟ لكن أنا خليها خمسة عشان فصفص، خلى النوم لوحده وخلى زوال العقل. لان غالب ما يخرج هو النجس، يبقى احنا ننظر للخارج ولا ننظر للمخرج. الاحناف قالوا كده. فمطلق خروج النجاسه ينقض الوضوء، يبقى لو اتجرحت ودم طلع ينقض الوضوء. عند الاحناف، عند الشافعيه، لا، ده مش مخرج معتاد، اغسل الدم بس وقوم صلي، لكن ما تتوضاش. فهمت ليه؟ لان عندنا نواقض الوضوء تعبديه لا يقاس عليها، غير معلومه العله. الأحناف عندهم القيء ينقض، وعندهم القهقهة تنقض الوضوء مثلا، وعندنا القهقهة تنقض الوضوء في وجه ضعيف جدا في المذهب لكنه مش معتبر. فعندنا القهقهة لا تنقض الوضوء، يبقى الأحناف قاسوا فيها في المسألة، الشافعية ما رضوش يقيسوا. واضح؟ قالوا القهقهة ان فيها يعني غفلة من القلب شديدة، واخد بالك؟ ان الانسان في الصلاة وهو في حضرة مولاه يقهقه، فده يعني نوع من الاستهتار القلبي البعيد قوي اللي هو يجعل الانسان كأنه خرج من وضوءه، واخد بالك ازاي؟ فجعلوها ناقض للوضوء، عقوبة، عقوبة على من قهقه داخل الصلاة. لكن اللي ابتسم مش مشكلة، لكن لو ضحك بيسخسخ من الضحك، يعني قهقة يعني ايه؟ سخسخ للغة المصريين، ده مسخسخ من الضحك، واخد بالك؟ ها؟ داخل الصلاة، داخل الصلاة تنقض الوضوء بس، عند داخل الصلاة، عند الأحناف داخل الصلاة بس، مش في خارج الصلاة، لأنها أصلها أمر عيب قوي إنك أنت جوه الصلاة وقاعد بتناجي ربك وتقهقه، واخد بالك؟ فاعتبروها عيبا يعني. يعني الخلاصة إن الأحناف قاسوا، الشافعية ما قاسوش. واضح؟ يبقى احنا ما عندناش مسألة قياس. يعني مثلا الشفاء الاحناف قالوا مثلا المس اللي هو مس الرجل للمرأة او المرأة للرجل ينقض الوضوء بشهوة او بغير شهوة،
لأن ربنا بيقول أو لمستم النساء بقيتش الشهوة، واضح؟ فقال أو لمستم النساء. الأحناف قالوا يبقى هي المسألة لمس النساء ده غالبا بيبقى مصحوب بشهوة، يبقى لمس النساء المفضي للجماع اللي هو مصحوب بانتشار الذكر أو انتصاب الذكر، هو ده اللي ينقض الوضوء عند الأحناف. وبالتالي لو لمس أمرد وانتشر ذكره انتقد وضوءه برضه، مع ان ده ذكر. عند الشافعي لا، حتى لو لمس ذكر بشهوة ما ينتقدش وضوءه لأن لا يقاس. فهمت بقى؟ فهمت وجهة نظر المذهبين؟ دي وجهة نظر ودي وجهة نظر. فهمتني المسألة؟ فاحنا دلوقتي بنتكلم على مذهب الشافعية. وجهة نظر الأحناف لطيفة وكل حاجة، لكنها مش ماشية مع قواعد الشافعية، لأن النواقض أمر تعبدي لا يقاس عليه. واضح؟ فهنا مثلا بيقول لك إيه؟ الملكية مثلا خلوا المخرج يبقى معتاد والخارج يبقى كمان معتاد، فلو خارج من المعتاد نادر ما ينقضش الوضوء عند الملكية. فهمت إزاي؟ حاجة نادرة. حصوة. حصوة أنت ممكن تقعد تتبول طول عمرك 60-70 سنة ومرة في عمرك تطلع حصوة، فدي نادرة. لو حصوة دي نزلت بغير بول عند الملكية ما ينتقدش الوضوء، لأن دي نادرة. دودة خرجت من الدبر دي نادرة، فما ينتقدش الوضوء عند الملكية، فاعتبروا الاعتياد في المخرج وفي الخارج. فهمت بقى؟ ده الملكية. الشافعية قالوا لا، العبرة بالمخرج، مالناش دعوة خارج ايه بقى. واضح؟ فدي وجهات نظر المذاهب المختلفة. يعني عند الحنابلة مثلا عندهم القيء ينقض والقلس ينقض كمان. قلس اللي هو ارتجاع، ارتجاع يعني تحس ان العصارة طلعت على حلقك وجاف على في فمك، مع انك ما تقيتش، بس زي ما يبقى الانسان ممتلئ كده، واخد بالك، يقوم يحس ان الاكل رجع، عصارة المعدة يحسها في فمك. ده اسمه قلس، ده ينقض عند الحنابلة، وكذا عند الأحناف لأنه ده مقدمة القيء. لكن الشافعية عندهم لا، القلس نجس يتمضمض منه ولا يتوضأ، واخد بالك، لتطهير بس إيه، تجويف الفم، لأنه موضع القراءة. فتاخد بالك من الخلافات المذهبية، لأنها خلافات لطيفة بتدي لك الحس الفقهي اللي زي كل فقيه وكل مدرسة فكرت إزاي، لأن دي مدارس في التفكير. فدي المذاهب دي عبارة عن مدارس في التفكير، حيث أنها تدي لك صورة لتطبيق الإسلام بطريقة معينة على مدرسة معينة من التفكير. فنيجي نقول هنا مثلا، والذي ينقض أن يبطل الوضوء خمسة أشياء، أحدها ما خرج من أحد السبيلين أي القبل والدبر. السبيلين بإيه؟ القبل والدبر بس، مش أي مخرج بقى، الفم يخرج ما يخرجش، واخد بالك، العين حتى لو خرج من العين دم، لو خرج من الودن دم ما ينقضش، لأن دي مش مخارج معتدة. طيب لو انفتح له في بطنه مخرج، كويس، كل دي بقى مسائل تخطر في بال الفقيه، والوقت بقت العمليات دي كتيرة مشهورة، يتعمل له تحويل مجربول، تحويل له حويل مجربوراز، كانت زمان بتجيلهم من غير الجراحة، ياخد طعنة في بطنه تقوم تبتدي ايه، يتخرم المصران، يقوم يبتدي يجيب براز من بطنه. طب البراز ده يبقى ايه حكم الخارج ده؟ هل ينقض ولا لا ينقض؟ فالشافعية قالوا اذا كان مع وجود المعتاد، يعني المعتاد عامل والمخرج ده مع وجود المعتاد، يعني وبيتبرز وفي نفس الوقت بيخرج من بطن، يبقى الخارج ده لا ينقض طالما المعتاد منفتح. واضح؟ طالما المعتاد منفتح. طب لو المعتاد مغلق ما بيخرجش حاجة من المخرج المعتاد، لكن كله خارج من ايه، يبقى ده دائم حدث، دائم حدث، كويس. وفرقوا ايضا في المذهب بين الخارج، مكان الخارج ده اللي في البطن، هل هو فوق السرة ولا تحت السرة كمان؟ فقال لك اللي فوق السرة اشبه بالقيء، واللي تحت السرة اشبه بالايه، بالبراز، فاللي فوق السرة يعتبر كأنه قيء لا ينقض وان كان نجس، ويبقى نجاسة معفو عنها لانه هنا ما عندوش تحكم،
وإذا كان أسفل السرة مع انسداد المعتاد يبقى ينقض الوضوء يبقى دائم حدث وينوي رفع الحدث استباحة الصلاة ولا ينوي رفع الحدث ويتوضأ بعد دخول الوقت ولا يتوضأ قبل دخول الوقت. ونرجع لأحكام دائم الحدث في المسألة. واضح المسألة؟ فيبقى هنا ما خرج من أحد السبيلين أي القبل والدبر من متوضئ حي، مهمة دي، من متوضئ، لأنه لو كانش متوضئ وهي بتحصيل حاصل هو أصلا خارج، وإن كان برضو يسمى حدث من حيث الفقه يسمى حدث، لكن احنا بنتكلم على الحاجة اللي هتنقض بقى الوضوء، يبقى العبرة بالخارج الأول اللي هو نقض الوضوء، لكن اللي خارج بعده ما هو حدث برضو بس ما نقضش الوضوء لأنه ما كانش الإنسان متوضئ. فهمت؟ علشان كده قال لك إيه، من متوضئ حي، وحي دي مهمة علشان يخرج الميت. يعني أنا لو غسلت الميت وبعد ما غسلناه وخلاص خلصنا كل حاجة لقينا في نجاسة خرجت من مخرج المعتاد بتاعه، ما عيدش غسله، يدوب بس ان انا ازلها امسح النجاسة دي وخلص. شوف قيد حي ده مهم لاخراج الخارج من الايه، من السبيل، احد السبيلين من الميت بعد تغسيله، واخد بالك، فلا يحتاج لتوضيئه مرة اخرى بل يكفي غسل الخارج. احنا بنتكلم الوقت على مذهب ايوب، على مذهب الاربعة في المسألة دي، في المسألة دي عن مذهب الاربعة، مسألة الميت دي. فيبقى هنا الخارج من الميت ده بعد تغسيله يمسح بس يكفي وخلاص. عشان كده قال لك حي واضح، واضح علشان ايه، يخرج ايه الخنثى، معتادا كان، لان افرض ان الخنثى ده له فتحتان، فتحة عاملة وفتحة غير عاملة، فتحة عاملة وفتحة غير عاملة، يعني فتحة ما بيخرجش منها حاجة اصلا، وجا خرج منها عرق مثلا او خرج منها افراز مخاطي، وهي غير عاملة اصلا، لا يخرج منها بول ولا يخرج منها ودي ولا يخرج منها مني ولا يخرج، دي فتحة غير عاملة، علشان كده قال لك واضح. لكن لو كان له فرجان وعاملان يبقى ينتقل الوضوء بخروج اي واحد من اي واحد فيهم، واخد بالك؟ فعلشان كده قال لك واضح، علشان كده، عشان يخرج مسائل المتعلقة بالخنثى لان لها تفصيل. معتادا كان الخارج او نادر، بيرد على الاحناف، على الملكية، لان الملكية قال لك المعتاد بس، النادر لا. الشافعية بيقول لك انا سواء كان معتادا كبول وغائط او ريح او نادر كدم وحصى، نجسا كهذه الامثلة او طاهرا كدود، لان الدودة دي لا نفس لها سائلة، وطالما هي حية تبقى طاهرة، واخد بالك، كدود، الا المني الخارج باحتلام من متوضئ ممكن مقعده من الارض. المني عند الشافعية الخارج اول مرة، بالقيود دي الخارج اول مرة مهمة، لكن لو خرج بعد الجماع من فرج المرأة مرة تانية، واخد بالك، يبقى هنا حدث، لكن الخارج اول مرة يعني من المخرج بتاعه لاول مرة وهو ممكن مقعده من الارض، لانه لو قلنا محتلم وهو نايم، طب ما انتقد وضوء بالنوم اصلا، فهو عايز يجيب لك صورة ان المني يخرج ويبقى هو الحدث الوحيد، كأن نام ممكن مقعده من الارض فاحتلم فخرج منه مني. المني طاهر، كويس، المني طاهر، فان لم ينتقد وضوء لكن وجب عليه الغسل، لم ينتقد وضوء لكن وجب عليه الغسل، واضح؟ لا، يغتسل، يجب عليه الغسل لكن ما انتقدش الوضوء بتاعه. تفصيل لا ينبني عليه عمل، على فكرة ده تفصيل، مجرد تفصيل ذهني، تفكير ذهني فقط، لكن الكلام ده عند الشافعية بس. عند المالكية المني ينقض الوضوء لأنه كمان نجس ومعتاد مش نادر، المعتاد إن بيخرج من المخرج ده برضو من،
كويس، فعندهم نجس وانه معتاد فينقض الوضوء. فده تفصيل خاص بمذهب الشافعية في مسألة المني الخارج باحتلام من متوضئ ممكن مقعده من الارض بالقيود دي، لانه لو كان نايم انتقد بالنوم وضوءه ووجب الغسل بخروج المني، يبقى وجب عليه الحاجتين، فلا ينقض، يعني فلا ينقض الوضوء. هنيجي بقى في النقطة. هلا. والمشكل، المشكل اللي هو الخنثى، المشكل اللي هو عنده عضو ذكري وعضو أنثوي في إنسان واحد، ده اسمه الخنثى المشكل. إنما ينتقد وضوءه بالخارج من فرجيهما معا. كويس؟ أو أحدهما. من فرجيهما معا أو أحد جميعا يعني، أو أحدهما. ده أول حاجة. وهنا الخارج هو اللي ينقض مش الداخل، يعني لو دخل لنفسه البوسة ما ينتقدش وضوء، بس بشرط ألا يلمس حلقة الدبر. فلو لابس جوانتي ودخل لنفسه البوسة ما ينتقدش وضوء، لأنه برضه ما مسش حلقة الدبر لأنه لابس جوانتي، واخد بالك، بعازل، أو واحد غيره لبس له اللبوسة فما ينتقدش وضوء، لأن النقد الوضوء ينقض بالخارج لا بالداخل، بخلاف الصوم يبطل الصوم بالداخل لا بالخارج. فهمت؟ فالوضوء بخلاف الصوم. لا، يبقى انتقد لأنها خرجت. واضح؟ مس الفرج الغير. هنيجي دلوقتي أنا اسهب في حتة مس الفرج، لكن انا بقول لك العبره هنا في الوضوء، في النقد الوضوء بالخارج لا بالداخل، والعبره في الصيام نقد الصيام بالخارج لا بالداخل، بالداخل لا بالخارج، يعني عكسها. والثاني، ثاني ناقد من نواقض الوضوء، النوم على غير هيئه المتمكن. النوم مع الوضوء مذاهب شتى، في أكثر من 13 مذهب في النوم. يعني أبي ثور عنده النوم لا ينقض الوضوء مطلقا، زي الأنبياء كده، وإحنا عندنا نوم الأنبياء ما ينقضش وضوء، الأنبياء مستثنين من هذه المسألة كده. برضو سيدنا محمد أولهم، وهم قياسا على سيدنا محمد، لأن سيدنا محمد كان ينام ويقوم يصلي على طول، وقال تنام عيني ولا ينام قلبي. واضح؟ فاحنا عرفنا ان حال الانبياء كان كده من حال نبينا، فيبقى قلنا ان جميع الانبياء نومهم لا ينقض الوضوء. ابي ثور عنده النوم ايضا لا ينقض الوضوء، لانه مظنة الحدث ومش متيقن، والوضوء لا ينتقد الا بيقين. لكن الشافعية انزلوا المظنة منزلة المئنة، واخد بالك، يعني جعلوا المظنون في منزلة المئنة اللي هي المؤكد، لان ان تؤكد كده برضو، إن للتأكيد. فالشافعي يقول لك أنزلنا المظنة، مظنة الحدث، منزلة المئنة اللي هي التأكيد، من باب الاحتياط. والناس العوامي يقول لك إيه الاحتياط واجب، القاعدة دي خدوها من الأزهرية برضو. يعني إيه الأزهرية كانوا بيربوا المصريين بحيث أصبحت القواعد، الأمثلة اللي على ست الناس قواعد شرعية، وهم استقوها بعد كده بقت في حياتهم يقولوها العادية، واخد بالك. فيبقى هنا النوم على غير هيئة المتمكن. ليه؟ لأن المتمكن مقعده من الأرض، الأرض بتحل محل العضلة القبضة اللي تمنع خروج الحدث، فطالما ممكن مقعده خلاص، يبقى احنا مطمئنين انه، لأن الرسول قال العينان وكاء السهي، حديث كده للنبي صلى الله عليه وسلم، العينان وكاء يعني رباط، الوكاء اللي هو الرباط، السهي اللي هو الاسم فتحة الشرج اسمها السهي. طول ما العين مفتحة طول ما الوكاء مربوط، يعني طول ما في انتباه، طول ما انت قافل نفسك. طيب نمت خلاص، تقوم ايه؟ الوكاء يتفتح، العضلات ترتخي. وده طبعا يعني ايه، حديث فيه اعجاز علمي كبير للنبي صلى الله عليه وسلم. ما تعرفش المسألة دي العلاقة بينها وبين الصمامات اللي هي بتمنع الانفلات الريح وانفلات البول والحاجات دي، انها متعلقة باليقظة الا من حوالي 200 سنة بس،
الناحية الطبية. والنبي بيقولها ببساطة لطيفة، العينان وكاء السهي، وكاء يعني رباط، السهي فتحة الاسم. فلما سمعنا الحديث ده من النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا ان العينان بتتغمض في النوم، يبقى طالما النوم حصل يبقى السهي اتفتح بقى بلا وكاء، والسهي ده هو المخرج المعتاد، يبقى ممكن يخرج ريح على الاقل، واضح؟ والانسان نايم مش دريان، وبالتالي اذا نام نوم عميق على غير هيئة المتمكن انفتح الوكاء، واخد بالك، انحل الوكاء، فيبقى غالبا خرج منه الماء. لكن لو كان ممكن مقعدته من الارض، مش شرط الارض بقى، يعني الشيء اللي جالس عليه، الارض هنا عشان هي الغالب، لكن افرض انا قاعد على كرسي، طب ما هو ده بالنسبه لي الارض، لكن افرض الكرسي ده مفتوح في النص من ناحيه الاسم، يبقى حتى لو نمت وانا قاعد هنا ينتقد وضوئي، لان انا مش ممكن المقعد على الارض، لانه ده في خرم ومفتوح تحت الاسم، فاهم؟ لكن افرض ان انا راكب على في الكرسي في الاتوبيس وممكن مقعدتي كده وقاعد ونمت، ما اتنقطش وضوئي طالما ممكن المقعده من الشيء، زي اللي يقول لك اللي ممكن مقعده على الرحل، يعني الرحل هو راكب على البعير او راكب في الاتوبيس او راكب ايه على اي حاجه، كل ده يبقى اسمه ارض بالنسبه للانسان طالما قاعد. يبقى النوم على غير هيئه المتمكن، على غير هيئه المتمكن يعني ايه؟ يعني نايم على جنبه، نايم على ظهره، ولازم يبقى نايم مش نعسان ولا مقدمة النوم، واخد بالك؟ طب النوم ايه تعريف النوم؟ انه يغيب لدرجة انه يحلم او لا يسمع ما يدور حوله، يبقى ده اسمه نام. لكن افرض انه نايم على ظهره كده ومغمض عينه لكن سامع كل الاحاديث اللي حواليه، وان كان حتى من شدة التعب مش قادر يميزها، لكنه سامع ده وده او ده، ما انتقدش وضوءه لسه. امتى بقى يبقى نام خالص؟ لما يغيب بحيث انه ما يبقاش دريان بالاصوات اللي حواليه، يبقى ده اسمه نام. انما الاولان اسمه نعسان، فالنعاس ما ينقدش الوضوء. طب لو نام في الصلاة، ما هو النايم ده يعرف مدة قد ايه؟ اغفل كده، غفل كده، لو غفل كده اهو، وبعدين وهو بيفوق كده لقى نفسه اليته اتخرجت عن الارض، انتقدوا، بس بشرط زي ما قلت لك انه يكون غاب خالص او حلم، دي مش محتاجه بقى علامه. افرض هو نايم في حته هاديه اصلا مفيش حد بيتكلم، فنايم كده اهو على جنبه، وبعدين قام شاف رؤيه او حلم، دي علامه انه نام نوم عميق، واخد بالك؟ يبقى برضو ده انتقد وضوء، وما لم يكن نائم وهو جالس. يبقى والثاني يبقى الفرق بين النعاس والنوم ان النعاس تسمع كلام الحاضرين ولو لم تميزه، والنوم لا تسمع كلام الحاضرين، ادي الفرق بين. واحنا بنتكلم عن النوم مش عن النعاس. طب لو نام في الصلاة واقفا او راكعا او ساجدا، واخد بالك، لو كانت لحظة قصيرة ما ينتقدش وضوء، لكن لو لحظة طويلة انتقد وضوء. يعني هو سجد فالناس كلها رفعت، وركعت وهو لسه ساجد نايم، ده نام بقى مدة طويلة، هنا انتقد وضوء وبطلت صلاة، واضح؟ واخد بالك، بتحصل مع الانسان التعبان. لو كان واقفا وطال قوي لدرجة حلم يبقى انتقد وضوءه برضه لو كان واقفا، لكن لا مش شرط، انا ماسك صلبه لكن مش ماسك عضلته. ما هو الانسان وهو واقف ممكن يطلع ريح برضه، وهو ماشي يطلع ريح ما فيهاش مشكلة عنده، واخد بالك؟ لكن لو هو واقف، واخد بالك، ولحظة قصيرة كده يعني كده وغفل كده ما ينتقدش، لكن لو طال يبقى هنا. والاحسن انك انت تعبد ربك نشاطك، ما تعرضش نفسك لمثل هذه القضايا.
يبقى والثاني النوم على غير هيئة المتمكن، وفي بعض نسخ المتن زيادة من الأرض بمقعده، والأرض ليست بقيد زي ما قلت لك، لأنه ممكن يبقى كرسي، ممكن يبقى رحل، ممكن يبقى أي حاجة بقى، شالتة أي حاجة، قاعد على أي حاجة. في كل حال حتى الفرائض. وخرج بالمتمكن ما لو نام قاعدا غير متمكن. قاعد غير متمكن يعني ايه؟ ميال على احدى اليدين، واخد بالك؟ يعني قاعد كده برضه وكل حاجه، بس ايه، ميال شويه كده، فده يبقى مش ممكن. او نام قائما على قفاه، نائما، او نام قائما او على قفاه ولو متمكنا، واخد بالك؟ يبقى لو نايم على قفاه ولو ممكن مقعدته من الارض برضه ينتقل له، لأن التمكين ضعيف، واخد بالك؟ والقائم برضه تمكينه ضعيف. ما هو لو نام قائما، علشان كده قلنا تمكينه ضعيف فينتقد وضوءه لو نام قائما. لقندة الحبل، عارف لقندة الحبل؟ نكتة يعني كنا بنسمعها وأنا أطفال. راجل فاتح لقندة قال لهم يا جماعة الأوضة دي السرير ده اللي ينام فيه بعشرة جنيه، واللي معاه جنيه عامل حبل كده في الصحن، تمسك الحبل كده وتنام بجنيه، تنام واقف، اسمها لوكندة الحبل. فيبقى بقى ده برضه لو نام في لوكندة الحبل واقف كده وانتقده، واخد بالك؟ المشكلة في الحبل الظهر. أو نام وهو في الأوتوبيس ماسك كده. والثالث زوال العقل. احنا قلنا النوم وزوال العقل ممكن يحطهم في حاجة واحدة يسميها زوال العقل، بنوم او 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 سكر يعني، او اغماء او وهكذا، لكن هو خلى النوم ايه؟ لانه متكرر، وزوال العقل ده نادر، فخلى زوال العقل غير النوم علشان يعني التمييز. والثالث زوال العقل اي الغلب عليه بسكر او مرض، سواء كان السكر متعدي آثم أو كان غير متعديا، يبقى غير آثم لكن ينتقد وضوءه. يعني واحد سكر سكرا غير متعدي لسكر، يعني شرب وما يعرفش إن هو خمر فطلع خمر، يبقى ده غير متعدي، يبقى ينتقد وضوء سواء كان بسكر متعمد أو بغير عمد. أو مرض، في امراض بتخلي الانسان ماشي زي السكران، زي الغيبوبه الكبديه، الانسان قبل ما يخش في غيبوبه كبديه بيبقى ماشي زي السكران كده حوالي اسبوعين ثلاثه، وبعدين يروح داخل في الغيبوبه. كويس؟ ففي بعض الامراض بتعمل كده، وزي قبل الغيبوبه بتاعت البولينا، الفشل الكلوي، واخد بالك؟ ها؟ ما توصلوش لغيبوبه، تعمل له صداع شديد. لا، تعمل له عدم اتزان بس مش غيبوبه. ده ماشي يتطوح شويه. أو زي مرض المركب كده، لكن هو مش غايب عقله، لا أنا بنتكلم الغايب عقله. وزوال العقل بسكر أو مرض، وممكن نحط كمان أو دواء زي التخدير، نزود مثلا خد دواء مخدر كلي وكان متوضئا، واخد بالك؟ يبقى انتقد وضوء، يعني هو عنده خراج، قالوا له هنديلك مخدر كلي خمس دقايق كده ونفتح لك الخراج، هو رايح للدكتور متوضي، فقام اداله المخدر، نام خمس دقايق فتح له الخراج، قام ما يقومش بقى يصلي، يروح يتوضى، لانه انتقد وضوءه طالما غاب عقله بدواء. ما هو ده ما اسموش نوم، ده مخدر، دواء. هو شكله اللي معدي يقول افتكره نايم، لكن ده متخدر واخد دواء يعني، فهمت؟ لا، بشرط كلي، لان العبره بالعقل. ما هو الجزء الاسفل برضه الشرج بيتفتح خلاص برضه. لكن افرض اديته بنج موضعي رش، ما انتقدش وضوء. او بنج موضعي اديته حقنه تحت الجلد زي بنج السنان، ما انتقدش وضوء. فهمتني؟ احنا بنتكلم حاجه تزول فيها العقل. او البنج النصفي بيزول بيه التحكم في فتحه البول وفتحه الشرج، يبقى برضه ينقض الوضوء لانه العينان وكاء السهل. فدخلنا برضه في المشكلات.
يبقى بسكر او مرض او دواء يزودها، او جنون او اغماء او غير ذلك. يعني واحد، في ناس ساعات كده بيجي لنا في عيادات الجراحه يبقى جاي مرافق لابيه او لجارته او لابنه او حاجه، وتيجي يقف جنبيه وتيجي انت تعمل له غيار، تبص يشوف الجرح يغمى عليه. في ناس كده بتحصل كل يوم والتاني تلاقيها بتشوف او ده لما يغمى عليه وهو كان جاي متوضي وفاق انتقد وضوء، يبقى ايه لو جاله عليه صلاه بعد كده لازم يتوضى، مش يقول لا خلاص انا كنت متوضي. تحصل على فكره الحاجات دي، في ناس بتغلط فيه، واخد بالك، يفتكر نفسه انه لسه متوضي وينزل يروح مصلي، فدي غلط، لازم الواحد ياخد باله منها، او اغماء او غير ذلك. والرابع، لمس الرجل المراه الاجنبيه غير المحرم ولو ميته، والمراد بالرجل والمراه ذكر وانثى، بلغ حد الشهوه عرفا بالقيود دي. ولمس الرجل اللامس والملموس، الراجح اللامس والملموس بقصد وبغير قصد، وخد بالك، وجد شهوة أو لم يجد، قصد الشهوة أو لم يقصد. والمقصود اللمس بالمباشرة، البشرة على البشرة، فلو كان بحائل رقيق شفاف ولو بشهوة لا ينتقد، عند الشافعية بهذا القيد، لأن عند المالكية ينتقد الوضوء باللمس بشهوة سواء بحائل أو بغير حائل طالما بشهوة، قصدها فلم يجدها أو وجدها ولم يقصد، ده عند المالكية. الشافعية قالوا لا، ده العبرة الملامسة بالبشرة، بشرة على البشرة، فخرج الظفر والسن وإيه والشعر، خرج الظفر والسن والشعر، وخرج كمان الحائل، فلو لمس من خلال حائل رقيق ولو رقيق شفاف لا ينتقد وضوء. مش أي امرأة، لابد أن يكون بلغ هو حد الشهوة، واخد بالك، دي أول حاجة، وأن تكون المرأة دي غير محرم له. والمقصود بالمحرمية محرمية على التأبيد، يعني محرم بإيه؟ بنكاح أو نسب أو رضاع، يسموها مصاهرة أو إيه أو نسب أو رضاع، دي سبب المحرمية. نسب زي أمه، زي عمته، زي أخته، زي بنته، زي بنت أخوه، بنت أخته، كل ما لا يجوز أن يتزوجهم من حيث النسب، دول لو لمسهم ما ينتقدش وضوءهم، بشرة على البشرة، واضح؟ وهم لو نمسوا برضه ما ينتقدش وضوءهم. وبرضاع زي أخته من الرضاع، أمه من الرضاع. طيب، ومصاهرة زي أم مراته المدخول بها، واخد بالك، والربيبة التي في حجره، واضح، وربائبكم التي في حجركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يبقى لازم الدخول مع الأمهات لتحرم الإيه؟ البنات، لكن العقد على الأمهات البنات يحرم، العقد على البنات يحرم الأمهات، واضح. يبقى أم الزوجة سواء دخل بها أو لم يدخل بها محرم على التأبيد، لا ينتقد وضوء لو لمسها، واخد بالك. والربيبة بنت الزوجة إذا دخل بأمها بس بقت إيه، لا ينتقد وضوء بلمسها، لأن وزوجة أبيه، زوجة أبيه برضه لو لمسها ما ينتقدش وضوء لأنها محرم على التأبيد، واخد بالك؟ أخت الزوجة على التأقيت ينتقل الوضوء، ما احنا لازم يكون محرم على التأبيد عشان نتكلم في باب الوضوء، واضح؟ إنما أخت الزوجة، عمة الزوجة، خالة الزوجة، دول محارم على التأقيت، يعني إذا طلق الزوجة لابد أن ينتظر عدتها حتى يتزوج أختها، ودي من ضمن الصور اللي فيها الرجل ليه عدة. إمتى الرجل ليه عدة؟ ليه صور، فيها صور منها دي، واخد بالك، ومنها لو كان متزوج أربعة وطلق واحدة ما يقدرش يتجوز الرابعة إلا ما تنقضي عدة إيه الزوجة المطلقة، يبقى دي أحوال وإلا يبقى تزوج خمسة طالما هي لسه من إيه مشغولة بعدتها.
ها؟ ايه حد قولي؟ ما احنا بنقول يا عم هي ليه عدة في الصور دي، ده عند كل العلماء على فكرة، ليه عدة في الصور دي عند كل العلماء، وهيقبضوا عليه زي ما قبضوا على الجدع بتاع التوحيد والنور. ما هو كان بسبب حاجة زي ده، واخد بالك؟ قضية كانت تشبه كده، فهمتني ازاي؟ وعلى فكرة لو لم تكن بإجماع ما كانوش حكموا عليه في المحكمة، لأن القاضي بيدور على مخرج. حتى لو طلقها طلقة بائنة، طلقة بائنة برضو ينتظر، لأن هي منشغلة بعدتها، منشغلة بعدتها، لأن لو مات في اللحظة دي هتورثها. يا سيدي لو مات، معلش، لو مات هتورثها. لو طلقة بائنة غالبا مش هيبقى ليه عدة، لو طلقة بائنة التالتة يعني، التالتة. التالتة، ما هو التالتة ما يقدرش يردها، ما يقدرش يردها خلاص. ما هي التالتة دي مش هيعرف يردها خلاص. هي بقى كونها حامل هي ما تعرفش تتجوز الا لما تضع حملها، تتجوز غيره. دي مسألة تانية. ما عشان تقرع ده لازم تضع حملها. ما ينتقدش الوضوء. عند الشافعية ما ينتقدش الوضوء. عند الشافعية كده. عند المالكية ينتقد. بس قليل الأدب يبقى مجرم. يبقى برضه قليل الادب ومجرم، لكن لا ينتقد وضوءه عند الشافعي. طب وعند الحنفيه؟ ما هو زي ما يبقى كذاب وما ينتقدش وضوءه، الكذب ده مش من الكبائر، ما ينتقدش وضوءه، يكذب قد كده. وعند الحنفيه ويعمل ايه دي؟ عند الحنفيه، عند الحنفيه قالوا ان لمس الرجل المراه الناقد للوضوء هو المفضي للجماع، يعني اذا كان معه انتصاب ذكر بس، غير كده ما ينقدش. واضح؟ الزوجة الأجنبية طبعا، ما هي أجنبية لأنها محل شهوة، يبقى ينتقد وضوء بلمس الزوجة برضه. لو لم تكن أجنبية ما كانش عارف يتجوزها، يعني لو كانت محرمه هيروح يتجوزها؟ زوجته أجنبية طبعا، وإلا ما هيتجوزها إزاي؟ يدخل في ذلك عن الحنفية الفتنة الصغيرة والمحرم المرأة التي تشتهى في العادة، في العادة عند معتدل المزاج، عند الناس معتدل المزاج، لان يعني في ناس عندهم ايه امراض كده غريبه، فممكن يشتهي الطفل حتى الرجل، فعلشان كده يقول لك عند الانسان معتدل المزاج. ولو كانت ميته، اي ولو كانت مقطوعه الرجل وشال رجلها كده عشان يدفنها، انتقد وضوءها. عايز اقول لك ايه تاني؟ صور، يعني كل الصور دي، يعني طالما اسمها مرأة سواء كانت ميتة أو حية، واخد بالك، متصلة أو منقطعة، يعني أبعاد، كل ده ينقض الوضوء عند الشافعية. هل كده حمد بقى المرأة الميتة مثلا عند الجنازة؟ احنا قلنا البشرة على البشرة. ايوه، عشان ينقل لازم البشره على البشره. طب دي بقى مش عايزه سؤال، هو ده سؤال مش في محل، لان ما حدش بندفنه عريان، يبقى ده سؤال في غير محل. بعد كده هاخد منكم مخالفات في الاسئله الغير محله، اللي هيقول سؤال غير محله هيدفع 10 جنيه للشيخ تبرع للمسجد. والمراد بالرجل والمرأة ذكر وأنثى بلغ حد الشهوة عرفا. طب افرض جني متمثل في صورة رجل انتقد وضوء المرأة بلمسه، وانتقد هو وضوءه بلمس المرأة لأنه مكلف بقى. كويس؟ أجيب لك صور تانية غريبة؟ طيب. ذكر وأنثى بلغ حد الشهوة عرفا. عرفا هنا مهمة، واخد بالك؟ لا ايه يعني، علشان الحاجات النادرة لا حكم لها. والمراد بالمحرم من حرم نكاحها لأجل نسب أو رضاع أو رضاع أو مصاهرة، زي الأمثلة اللي اديتها. وقول من غير حائل يخرج ما لو كان هناك حائل، فلا نقض حينئذ ولو بشهوة عند الشافعي. واضح؟ خلافا للمالكية والأحناف. واضح الحكاية سهلة؟
والخامس وهو آخر النواقض مس فرج الآدمي بباطن الكف. في مس وفي لمس، المس للفرج واللمس مع المرأة، واللمس المقصود بأي جزء من البدن، والمس يكون بباطن الكف، واخد بالك؟ واللمس لابد أن يكون غير جسمه، والمس ولو كان من جسمه، يعني فرجه أو فرج غيره. فهمت الفرق بين المس يعني واللمس؟ واضح؟ ها؟ يتمس عن الجماع. والخامس وهو آخر النواقض مس فرج الآدمي بباطن الكف. يبقى قال لك بباطن الكف، يبقى لو لمس فرجه بظهر إيده أو بأطراف الأصابع أو بظفره ما ينتقش، والمقصود الذكر وليس الأنثيين اللي هو كيس الصفن. لو لمس كيس الصفن مش مشكلة، واضح؟ ولازم برضو بغير حائل، فلو كان بحائل يعني من خلال الملابس مش مشكلة، ما عندناش مشكلة دي. خلافا للأحناف، الأحناف عندهم مس الفرج ما ينقضش الوضوء لأنه بضعة منك، قالوا بحديث أنه بضعة منك، ولو رقيق شفاف ما لم يكن مخرق. واضح؟ والخامس وهو آخر النواقض مس فرج الآدمي بباطن الكف. الآدمي يدخل فيه فرج نفسه وفرج غيره، مقطوعا أو متصلا، أشلا أو عاملا، صغيرا أو كبيرا، كل ده ينقض الوضوء. الأم برضو تنقض، ينتقد وضوءها بمس ذكر ابنها، واخد بالك؟ مس فرج الآدمي بباطن الكف من نفسه وغيره ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، حيا أو ميتا. ولفظ الآدمي ساقط في بعض نسخ المتن، ونزود حاجة تقول مقطوعا أو متصلا. يعني احنا مثلا لما بنعمل ختان للأطفال بنقطع الجلدة، الجلدة دي اتقطعت بقت على الترابيزة، جيت انت مسكتها انتقد وضوء. واضح؟ عند الشافعية انتقد وضوء. واضح الحكاية دي؟ لأنها كانت جزء من الذكر. فهمت ازاي؟ سواء كانت مقطوعة أو متصلة ينتقد الوضوء بلمسها. ده كل دي التفاصيل دي في مذهب مين؟ الشافعية. الأحناف عندهم مفيش مشكلة خالص، بضعة منك، مش أي إشكال عندهم ما ينقضش وضوءه. والمالكية ذكر الإنسان نفسه مش ذكر غيره، وبالتالي الطبيب ما ينتقدش وضوءه لو لمس ذكر المريض وهو بيكشف عليه، زي أطباء المسالك البولية والأطباء اللي بيختنوا الذكور، فما ينتقدش وضوءهم لو إيه لمس بغير جوانتي يعني، واخد بالك؟ بغير حائل يعني، لا ينتقد وضوءه عند المالكية، لأن المالكية قالوا ذكر الإنسان نفسه، وبالتالي تبقى المرأة لا ينتقد وضوءها لما تغير لابنها على مذهب المالكية. فهمت بقى؟ لكن على مذهب الشافعية ينتقد وضوءها، وعلى مذهب الايه؟ الأحناف ما ينتقدش وضوءها خالص، سواء كان ذكرها يعني ايه فرجها هو أو فرج غيرها أو ذكر حتى زوجها أو ذكر ايه ابنها، كل ده ما ينتقدش الوضوء عندهم لأنه بضعة منك. أي الآراء ناخذ؟ ها؟ أي الآراء أي جمهور يعني؟ الخروج من الخلاف مستحب. القاعدة عندنا كده. الخروج من الخلاف مستحب، فأنت لو خدت مذهب الشافعية في المسألة تصح صلاتك على كل المذاهب، صح؟ لكن لو خدت مذهب الأحناف هتلاقي صلاتك بطلة على بعض المذاهب وصحيحة على مذهب واحد. واضح؟ فإحنا مراعاة الخلاف مستحب، وما ينقضش الوضوء، ما خلاص ما يجراش حاجة، لأنه مرجوح، لأنه قياس في أمر تعبدي، فهو أمر مرجوح من حيث الدليل. واخد بالك؟ إنه بضعة منك. طب ما قال له إنه بضعة منك، قال لك يبقى ده خاص بيه، الحكم ده خاص بيه بس. واخد بالك ازاي؟
يعني ليهم ردود كثيرة. عايز تخش في كتاب الفقه المقارن تقعد تلاقي مناقشات طويلة بينهم وبين الشافعية والمالكية. لا لا، هم لازم يبص بقى لطرق الحديث والاحتمالات النص والحاجات دي كلها قبل ما يعمل عقله. لازم الأول يستنفذ جهده في النصوص الواردة الأول. بعد ما يستنفذ جهده في النصوص الواردة يبتدي يستنفذ جهده في القواعد المستنبطة من النصوص، واخد بالك؟ وبعد ما يستنفذ جهده في القواعد المستنبطة في النصوص يبتدي يستنفذ جهده من النواحي العقلية، فما يبتديش بالعقل الأول خالص. فأنت لما تقرأ كتب الفقه المقارن تعرف الترتيب ده في ذهنهم على طول. الأول يناقش النصوص، وبعدين يناقش النصوص مع القواعد المستنبطة منها، وبعد ما يخلص ده كله يبتدي يجيب لك الأدلة العقلية. وهي يعني إسراء كويس لما تقعد تقرأ بيدي لك إسراء فقهي لطيف. لكن إحنا ننصح طبعا الذي ليس له دراية بالأدلة كلها إن يمشي على مذهب واحد زي إيه، ارجع لأول محاضرة قعدناها، واخد بالك؟ ترجع لأول تاخد بالإيه على مذهب معتبر وتمشي. بعد كده بعد 20-30 سنة من الاطلاع والقراءة بيتضح عندك ملكة تقدر انك تميز، وتقدر تاخد من هنا احيانا وتاخد من هنا احيانا، بس مش الوقت ده بعد مطالعة كتيرة. وكذا قول ومس حلقة دبره، يعني قاسوا هنا في حديث اذا افضح احدكم الى ذكري فليتوضا، واخد بالك؟ وفي حديث اذا افضح احدكم الى فرجه، فالفرج يطلق على الدبر كمان. فالشافعية خدوا بحديث ايه الذكر في القديم وقالوا حلقة الدبر لا ينتقد الوضوء بها، ثم في الجديد الامام الشافعي اضاف اليه حلقة الدبر، ايه فيبقى برضو لو مس حلقة دبره يبقى ينتقد. ومس حلقة دبره اي الادمي ينقض على القول الجديد، وعلى القديم لا ينقض مس الحلقة، والمراد بها ملتقى المنفذ وبباطن الكف الراحة، لأن بيقول إذا أفضى، والإفضاء يكون بباطن الكف الراحة اللي هي راحة اليد مع بطون الأصابع، وخرج بباطن الكف ظاهره وحروفه ورؤوس الأصابع وما بينها وظهرها، فلا نقض بذلك أي بعد التحامل اليسير، أي بعد التحامل اليسير. ونقف عند هذا الحد عشان نلحق الفرح. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. دائم حدث، ده اسمه دائم حدث، خلاص دائم حدث، دائم حدث. يتوضأ بعد دخول الوقت وينوي استباحة الصلاة ويصلي بهذا الوضوء فرد واحد وما شاء من نوافل، واخد بالك؟ ما يصليش بالوضوء ده فردين. واضح؟ يبقى لازم يتوضأ بعد دخول الوقت عشان الحال البركه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.